السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة عناوين واخبار السودان اليوم 24 مايو 2020. أطلق عيد الفطر تبدأ بالأحد وتنتهي بالخميس. أثيوبيا تتمسك بالملء المنفرد للنهضة، نشر منظومات دفاع جوي. مجلس الأمن والدفاع يقف على تدابير نقل العالقين بالخارج للبلاد. ازدحام في الصرافات الآلية. دراسة: الأطفال لا ينقلون كوفيد-19 كالكبار. 76 حالة تسلل إلى ولاية القطارف من الحدود الأثيوبية. إضراب للمنتصرين بسجن أم درمان. غندور نحذر من ربط زيادة الأجور برفع الدعم. تقرير وزير المالية: هل تطيح به خلافات قحط؟ وهل غرب كردفان يطلع على أوضاع اللاجئين بالميرم؟ خبراء: أوضاع السودان راهنة تستدعي إدراجه تحت الفصل السادس الأممي. الشيوعي: الأمة يتجه للخروج من قحط والعقد الاجتماعي لأن يحل القضايا الملحة. وزارة الصناعة: الحظر يعطل انطلاقات من المنتج للمستهلك بالولايات. حزب الأشقاء يتهم الأمة القومي بإعادة إنتاج دولة الإسلام السياسي ويطرح مبادرة تحالف قوى الدولة المدنية. قرار بتشكيل لجنة إزالة التمكين بالولاية الشمالية. ترتيبات لمنع الزراعة داخل الغابات في القطارف. وهل غرب كردفان تشوهات في العقودات الموقعة مع بعض شركات التعدين؟ تخصيص نحو 1.777 مليون جالون جازولين للموسم الزراعي بشمال كردفان. مستشار حميدتي: نرتب لتوفير خدمات لألف من الكوادر الطبية. البنك الزراعي: سيولة متوفرة لشراء القمح بالشمالية. أمطار غزيرة تضرب كوستي. مجلس الأمن والدفاع يؤمن على استمرار مبادرات حمضوك في قضية صد النهضة. اتجاه لتركيب فلاتر لمحطة تنقية مياه الأبيض بتكلفة 54 مليون جنيه. أمر طوارئ بحظر تداول وبيع وشراء القمح في الجزيرة.
تجمع مهني الإرصاد الجوي يستجيب لمبادرة المعلمين لحل خلافات تجمع المهنيين. قحط بكردفان تحذر النظاميين من مخالفة الحظر. خبراء على جواز ممارسة الضغوط على المتعنتين لتحقيق السلام في السودان. دبليو ام هيل المتفلتين بدارفور 72 ساعة لتسليم أسلحتهم. سياسي الخلافات داخل تجمع المهنيين مؤشر خطير لوحدة وتماسك تحالف الحرية والتغيير. الغرفة المشتركة نداء الخرطوم سيحقق نجاحات ملموسة في نقل النفايات. إجراءات تسليم وتسلم في منصب المدير العام بصحة الخرطوم. طوارئ كورونا تقف على تأمين احتياجات العيد. الشيوعي ينتقد مواقف حزب الأمة ويقول إنها أثبتت فشلا على الدوام. شبكة محامي دارفور كارثة صحية بالفاشر. جهاز المخابرات لا صحة لما تردد بشأن إعادة هيئة العمليات، والجهاز يمارس سلطاته في القبض والتفتيش بصورة طبيعية. البنك الزراعي يستلم مليوني جوال قمح من مشروع الجزيرة. المالية تؤكد صرف رواتب أساتذة الجامعات بالهيكل الجديد الثلاثاء. تفاقم أزمة السودانيين العالقين في مصر والهند. تسجيل حالة وفاة بمحلية السوكي بولاية سنار. شح في المواد الخام ومدخلات الإنتاج. شعبة الذهب تتبرع بمستلزمات طبية لمستشفى أم درمان. الصحة قالت إنها كورونا بعد تفشي وفيات كبار السن، مطالبة بإعلان مدن في شمال دارفور منطقة كوارث صحية. رسميا منع صلاة العيد بالقطارف وسنار. كورونا يؤتم 6 أطفال سودانيين بوفاة الزوج والزوجة في الشارقة. الخبير الاقتصادي محمد ياسين بنيامين يتوجب العمل على إنتاج الخضروات والبصل واللحوم لمجابهة الفجوة المتوقعة عالميا بعد انتهاء كورونا. نشر فيديو جديد للناشط زنون مختادة من شرطة سنار. الخارجية تدرس مقترحا لخفض دعم السكن لبعثاتها بالخارج.
المؤتمر السوداني يصدر بيانا تناول تطورات عملية السلام والموقف داخل الجبهة الثورية. تسجيل 5 حالات جديدة بفيروس كورونا بالولاية الشمالية. الخبير الاقتصادي محمد ياسين بن يمين: لا بد من استثمار القروض في البنية التحتية والآليات الثقيلة لدفع عملية الإنتاج الزراعي. قالت إنه أقل من المتوقع. الصحة تعلن تسجيل 137 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات. الجيولوجي دكتور الشيخ محمد عبد الرحمن يعتذر عن رئاسة المجلس الاستشاري للشركة السودانية للموارد المعدنية. بعد اجتماع عاصف بحضور الوزير، إنهاء تكليف 3 مدراء إدارات عليا بوزارة الصحة. تسليم مستندات تطبيق هيكل أيور ولاية سنار للمالية الاتحادية. غرب كردفان تعجز عن سداد مرتبات 2429 موظفا. بنك الإبداع للتمويل الأصغر ينعي الشيخ صالح كامل. لجان مؤاوة بدأ تطالب سلطة إزالة التمكين بتكوين لجنة خاصة. أنباء عن عودة صلاح قوش إلى الخرطوم وقرار مرتقب بإعادة فرع مكافحة الإرهاب بهيئة العمليات. حملة تعقيم كوبري للدفاع المدني بولاية الخرطوم. ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 2728. استياء من استمرار سقف السحب من المصرفات ب1000 جنيه. محمد عصمت طالب بالتحقيق والتحري في الجرائم التي طالت أبناء وبنات الشعب السوداني. استغاثة طبيب سوداني من إحدى مستشفيات الخرطوم لكل الكوادر الطبية. يا تلحقونا أول بلد حتضيع. أخبار الرياضة: رابطة المريخ بدبي تنضم لحراك سحب الثقة وتعلن وقف التعاون مع المجلس. والدلياس انضم للموقعين على سحب الثقة من مجلس المريخ. خالد ليمون: لأول مرة تتفق كل الكيانات المريخية على الإطاحة بمجلس سوداكال. إبراهيم ينضم لرب المطالبين برحيل مجلس المريخ. اللواء عامر: فقدنا خير السيد وفيصل في أسبوع واحد ولا راد لقضاء الله. علي أسد يكشف تفاصيل اقتحام الشرطة لنادي المريخ. محمد موسى الكندو: الوزير الولائي يسعى لتجميد الكرة السودانية وإحراج حكومة الثورة.
لم يجدد عقده. نادي سيمبا التنزاني يتجاهل شيبوب. الحكم الدولي صديق الطريف يسرد تفاصيل وقعة احتضاء العقرب. جمال الوالي يدحض شائعة امتلاكه لمئة ألف فدان واصفا هذا بالساذج. وزيرة الشباب والرياضة تكشف تفاصيل زيارة كسلا. شكرا لحسن المتابعة.